ابن عباس يوم من الأيام قالت له فضة، مثل ما يذكر الرواية كتاب الدروع الداودية شيخ داود الكاظي، يجي يطرق الباب، ردت عليه فضة، قال لها وين مولاي أمير المؤمنين؟ قالت مو موجود. قال له أين هو؟ قالت له صعد في البروج، صعد في البروج يقسم الأرزاق. هذا طال عقله ابن عباس، تعالي تقولين انت شو الكلام؟ ما تم كلام الا الامام يطق بايده على كتف ابن عباس. قال ما لك يا ابن عباس؟ ايش بيك ابن العم؟ قال سالتها شوف فضه وشوف معتقد. ابن عباس ما عنده ذاك التحمل، وفضه شوف ايش قالت؟ ايش بيك؟ قال سالتها وينك؟ قالت لي في البروج يقسم الارزاق. شلون انت يعني شنو قصد ابن عباس؟ يعني انت بشر شو يوديك للبروج؟ انت بشر شو يوديك للبروج؟ قال الإمام طال عيدي، طال عيدي يا ابن عباس. يقول ابن عباس والله نظرت إلى كف أمير المؤمنين وإذا بي أرى السماوات في كف الإمام كالدرهم الصغير. يقول يعني هشوف هولها أن صعد البروج والسماء ذات البروج، هولها مع أن البروج في الباطن هم أهل البيت بأبيهم وأمي، هم أهل البيت البروج في الباطن والسماء ذات البروج، السماء رسول الله والبروج هم بأبيهم وأمي.